احمد حافظ حاجه او تقدر تقول حاجه من اللي كانت بتقولها ابله فضيله في الاذاعه؟ انا حواديت ابله فضيله كلها انا كنت بحبها لا ولا زلت يعني بحبها. انا الدخله رحت الاولى جبت الشرايط. الدخله الاولى اللي كلنا حافظينها انا فاكر ونغمه ما بننساهاش ابدا. هي جمله طريقه حبايبي الحلوين بتاعت ابله فضيله دي انا كنت انت بعشقها. جبت الدموع في عينيا بعدين هتضحكني بقى. يعني انا بالنسبه لي يعني انا رحت جبت الـ في صوت القاهره نزلت الحواديت اصلا على سيديهات وشرايط كاسيت. ايوه انا من كتر عشقي لهذا الموضوع بالكامل رحت اشتريتهم كلهم وخليتهم عندي. قلت لا لا، الحاجات دي لازم، دي حاجه احتفظ بيها في مكتبتي، دي حاجه شرف ليا انها تبقى عندي. فيعني لو تسمحي لي حضرتك كده ربنا تفضلي يبارك دايما فيك يا اخي، يعني مناره لينا كلنا، وانا عارف ان احنا بنجهدك، وعارف والله ان حضرتك لما بتيجي لقاء بيبقى يعني الموضوع مرهق، بس في ناس كتير بتبقى مستنيه بس تشوف ابله فضيله يعني تطمن عليها مش اكتر.